السلام عليكم مباشره من محلات اواني شعيب، ومن جديد كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه باش نوريكم الجديد والعروض اللي فريمون غتكون سبيسيال ان شاء الله في هذا الويكاند. اليوم غدا السبت والاحد ان شاء الله. اول حاجه غادي نبداو بها مبروك عليكم الناس ديال المحمديه، واخيرا جبنا لكم اناناسه شعيب، الاناناسه العجيبه. هاد الاناناسه الواعره اللي كتصلح بزاف د اللعيبات، كتقدر انك تحط فيها سلوز الزبده كوفيتير الزيت متعدده ديال الاستعمالات. او واو يا هاد اللعيبه ما شتهاش فراسك. ها هي الاناناسه كتجي بهاد الطريقه هادي. كيف كتعرفوا ان الثمن ديالها تقريبا راه كدير كاين اللي كيبيعها ب 90 درهم 70 درهم 80 درهم 100 درهم. عند اواني شعيب غادي تقدروا تاخذوها السبت والحد ب 25 درهم. هاد الباك كامل اللي كتشوفوا فيه نتوما دابا كامل ب 500 ريال فقط، العدد محدود بزاف ما فيهاش العدد. اللي جا غدا في الصباح ان شاء الله وخداها الله يكمل عليه بالخير، فيها غير هادشي اللي كتشوفوا نتوما قدامكم. هاد العدد اللي كاين هنا الى تقادوا هادو اللي كاين هنا ما غاديش تلقاوها ان شاء الله. ما تعطلوش باش تقدروا تستافدوا من الاناناس ب 25 درهم. غادي نوريكم هاد البراد، بزاف الناس كيسولون على البرادات، على البراد يكونوا في الدهبي. جبنا لكم هاد البراد الواعر مزوق والديكور ديالو زوين وحتى الثمن فيه مناسب جدا. الثمن ديالو ديال الثلاجه فكروني كيبقاو 130 الثمن ديال هذا كاين هنا 130 درهم 140 درهم 150 درهم 2600 2800 3000 ريال 2600 2800 3000 ريال 2600 2800 3000 ريال. والبلاطو اللي محطوط فوق منهم كيف قلت لكم انه غتكون فيه بروموسيون سبيسيال هذا الويكاند، هذا بقى فيه غير شي حاجه قليله. الثمن ديالو 140 درهم، حيدوا لي من 5000 ريال و 6000 ريال 2800 ريال. بغيت نذكركم ان المقله العجيبه لاكورد اوريجينال الثمن ديالها 190 درهم السبت والحد. غادي يسالي السبت والحد ما غاديش تقدروا تاخذوها بالثمن. غادي نجيو دابا الباك. او جبنا لكم الباك في هذا الابيض، هذا الابيض كيبان فريمون رويال، كيبان ترو كلاس، لا كلاس ديال لا كلاس. ها هو جبنا لكم الابيض ديالو، فيه ثمن مناسب جدا، باك شعيب. واخيرا جبنا لكم في الابيض فيه التبصيل وسته صغار، فيه البلاطو ديالو وفيه الفرقه ديالو، والثمن ديالو 199 درهم اللي هو 4000 ريال. باك شعيب فيه التبصيل فيه الفراقة وفيه كذلك التبصيل على سبعة. وكاين غادي نوريكم حتى المربع ديالو حتى هو، هذا كيف قلنا لكم 4000 ريال وكاين المربع ديالو. واخيرا جبنا لكم هذا البلاطو، هذا كاين هذا كيدير 50 درهم وكاين الكبير ديالو كاع 70 درهم. المعلومه اللي خصكم تعرفوا على هذا البلاطو ان هذا البلاطو ما كيصديش، كاليتي مزيانه اينوكس مطبوع. حاجه وحده اللي مطلوبه منكم هو انكم ملي تسالوا منه تمسحوه من الماء، حيت الا مسحتو حيت الا ما مسحتوش من الماء كاين البوسيبيليتي ديال انه يقدر يزرق لكم. باش نكونوا صريحين ما كيصديش، الا مسحتوه من الماء غيبقى لكم مزيان. ودائما كيف كنوصيكم راه الماء كيبغيو الاحتفاظ. هذا 1400 ريال وهادو 1000 ريال. القراعي ديسبونيبل في المحمديه، كنعتذروا كانوا تقاداو، جبناهم لكم من جديد، والثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال 1200 ريال، خطيرين جدا بالصحه والراحه. دائما كنذكر انتم مباشره من محلات اواني شعيب، وهذه المره كندير معكم اللايف من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. كاين هذا الباك هذا اللي فيه تبصيل وسته ديال التباصيل المربعين زائد البلاطو والفراقه، حتى هذا واعر. هذا المربع هذا كنزيد في الثمن، ولكن هذه المره عاودنا درناه لكم بروموسيون، وتوا كنا دايرين فيه بروموسيون 220 درهم، زدنا نقصنا 400 ريال وخليناه لكم غير ب 4000 ريال هذا الويكاند. باك شعيب المربع، باك شعيب المربع، باك شعيب الطير هو هذا، وباك شعيب المربع هو هذا، الثمن ديالو 4000 ريال.
كاين عندنا هذا الكاس هذا رائع جدا فريمون شي حاجه زوينه والثمن ديالو كيدير 1400 ريال. الله يرضي عليكم الناس اللي بغاو يجيو يتقداو عند اواني شعيب غنعت لكم المحل فين كاين. كاين هنا هنا اي واحد بغى يجي للمحل ديالنا ديال المحمديه كاين هنا تشيلي بوتيك عائشه. اي واحد بغى يجي للمحمد تشيلي بوتيك عائشه معروف على صعيد مدينه المحمديه. تشيلي بوتيك عائشه هو هذا المحل ديالنا ها هو اونفاس معاكم اولى جامع مالي. ما عرفتش واش كيبان لكم جامع مالي اكتبوا لي في التعاليق واش كيبان لكم الجامع ولا لا. هو هذا هو هذا هذا ها هو هذا بلاتي انا مع الدخان. هذا هو مسجد مالي. بقاو معايا غندخل باش نوريكم الجديد اللي عندنا. قولوا لي واش كيبان لكم جامع مالي. هذا هو جامع مالي مسجد مالي كدوروا على اليسر كتهبطوا مع الجوطيه كتلقاو تيلي بوتيك عائشه المحل ديالنا اونفاس حدا من الزيتون. ها هو المحل معكم سكينه مباشره معكم سيمون عين شخصيا تحياتي. الجدير بالذكر كنعاود نذكر انتم مباشره من محلات اواني شعيب. وهذه المره كندير معكم اللايف عاوتاني من المحل ديالنا اللي كاين في مدينه المحمديه. مرحبا بكم كاينه عروض سبيسيال هذا الويكاند هذا. كنتمنى انكم ما تفلتوش هذه الفرصه كنتمنى انكم ما تفلتوش لان فريمون غادي يكونوا اثمنه رائعه. الناس اللي بغاو يعمروا الكوزينه اللي كيعرف شي عروسه اللي كيعرف شي واحد يلاه باغي يدير ياتت الكوزينه من جديد مرحبا بكم عند اواني شعيب بمدينه المحمديه. حنا في المحمديه اونفاس مع تيلي بوتيك عائشه حدا جامع مالي. ما تنساوش كتفرجوا معايا في اللايف وكتكتبوا لي التواجد ديالكم فين كاين. كل واحد يكتب لي اش من حي كيسكن فيه. يلا نشوفوا شكون اللي حاضر معنا بقوه. واش الناس ديال المحمديه ولا الناس ديال مدينه الدار البيضاء. يلا اكتبوا لي في التعاليق شكون اللي متواجد معنا اكثر في اللايف المحمديه ولا الدار البيضاء ولا مدينه الرباط. حتى الناس ديال الرباط كيجيو عندنا مرحبا بكم. غادي ندوزو دابا غادي ندوزو لهاد غندوزو غندوزو لهاد المول على جوج. المول على جوج المشنف حتى هو فيه ثمن سبيسيال وجوج ب 1400 ريال. كاين هذا جوج ب 1400 ريال. كاين عندنا الضير على العادي جوج ب 1200 ريال. كاين عندنا التبصيل هذا باليدين ديالو الثمن ديالو كيدير 1200 ريال. كاين عندنا التبصيل فيرزاتشي هذا مازال هذا النمره 45 الثمن ديالو 1200 ريال. كنعاود نذكر عاوتاني الاناناسات. اناناسات شعيب الثمن ديالهم كيديروا 500 ريال هاد الويكاند هذا. ممكن اثنين ان شاء الله يرجعوا للثمن ديالهم. مونيه من عين الشوق، اشرف من كازا، سحر من كازا، طيفه من المحمديه، ابتسام من البرنوسي، منير من الكاره، رانيه من المحمديه، امل من المحمديه. تواجد قوي من مدينه المحمديه. كازا والناس ديال المحمديه غلبوكم في التعاليق. كنذكر عاوتاني كاين عندنا هاد جبنا لكم هاد الباك هذا هذا مازال قرب يسالي. بروموسيون سبيسيال سالادي سالادي كبيره وسته ديال لي سالادي صغار الثمن ديالهم كيديروا 900 ريال. شكون اللي عاقل دابا شي يومين درت معاكم اللايف ووريتكم ديال الرجيله ديال الرجيله ما بقاوش تقاداو. هاهي بلاصه سميه هادي خوات لي سالادي اللي بالرجيله. عطيوني بقى بقى واحد الوحده انا الكرتون تم مقطع عليها باش نوريها للناس. هاد السلاديه هادي ما بقاتش هادي اللي كنت وريتها لكم بالرجيله ديالها سته صغار. لهذا تنقول لكم ديما بروفيتي وجيو قبل ما تقاد السلعه. هاد السلاديه هادي ما بقاتش اللي مازال ديسبونيبل عندنا هي هاد السلاديه هادي اللي فيها وحده كبيره وسته ديال لي سلادي صغار الثمن ديالها 900 ريال. هادشي اللي قدامكم هنا هو اللي باقي عندنا. العدد جد محدود. كاينه هادي ب 900 ريال وكاينه هادي كدير 1200 ريال. الديكور ديالي مبدل شويه. كاينه عندنا الفراقه ديال الميلامين حتى هي قربت تقاده
الثمن ديالها كدير 70 درهم 1400 ريال الفراقة العجيبة ديال الميلامين. كاين عندنا الطاجين العجيب الثمن ديالو 1200 ريال هادشي اللي بقى فيه العدد محدود جدا. عطينا خويا هادي وريني وهادي وريني هادي جبد لي خويا بياسة هنا. كاين عندنا هاد اللعيبة هاد الصالة ديال كبيرة حتى هي واعرة كتبان ملكية والثمن ديالها كدير 70 درهم اللي بغى ياخذها كادو ولا شي حاجة الثمن ديالها 70 درهم. كاين الفراقة ديال الكريستال فيها ثمن مناسب اللي هو 1600 ريال. مرحبا والف مرحبا بالناس ديال بوسنيقة، الناس ديال بوسنيقة مرحبا بكم عند اواني شعيب في مدينة المحمدية 10 دقائق في الطوموبيل تكونوا عندنا. طلع الاولى ديال لوطوروت سولوا على جامع مالي، من توصلوا حدا جامع مالي سولوا على تشيلي بوتيك عيشة، حنا اونفاس مع تشيلي بوتيك عيشة. كاينة هادي كدير 1200 ريال واعرة تشيلي بوتيك عيشة، هو هذا تشيلي بوتيك عيشة، واحد تشيلي بوتيك هنا معروف بزاف في مدينة المحمدية بلاتي نمشيو بشويه. كاين عندنا هذا المقراج المزلج الثمن ديالو كيدير 1200 ريال. كاين عندنا هذا المصلوح هذا اللي تبارك الله فيه 1200 واط وكيدير البخار وكيقدر ينشف حتى الا كانت شي حاجه سارده. الثمن ديالو كيدير 1800 ريال. القرايع على اربعه الثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال. كاين عندنا هذا البونبونيغ كنبيعوا اربعه ب 1000 ريال. كاين عندنا القطارة ديال القهوة، الناس اللي باغي القطارة ديال القهوة حتى هي فيها ثمن مناسب صغيرة ب 1200، اللي كبر منها 1400 والكبيرة ب 85 درهم. باك شعيب المربع جبنا لكم المربع واخا زيد في الثمن حتى هو غادي نخليه لكم ان شاء الله ب 4000 ريال. كاين هذا الباك الابيض حتى هو الداير ب 4000 ريال. البلاطو كاين هذا ب 1000 ريال، كاين هذا ب 1000 ريال، كاين هذا 1000 ريال، وكاينين هادو ب 1400 ريال. غادي ندوزو دابا سيدي للكيسان. الكيسان كاين هاد الكيسان واعرين الملونين الثمن ديالهم كيديروا 1200 ريال. تبرعوا ليا مع راساتكم. وكاينين هادو كيديروا 1400 ريال. هادو 1400 وهادو 1200 ريال. وكاينين هاد الموديل هذا الثمن ديالو كيدير 1000 ريال. كاين السيدة هاد الفراقة هادي الناس اللي باغيين الكادو غنحسبوها لكم فقط ب 90 درهم 1800 في هاد الويكاند هذا. الطاجين العجيب 1200 ريال. الفراقة ديال القلوبة 90 درهم. البراد 1600 1800 100 درهم 2200. وهذا تا هو البراد الفيرزاتشي 1600 عوض 100 درهم، هذا راه ولا ب 100 درهم غتاخذوا ب 1600 1800 100 درهم 2200. المقراج الملون الثمن ديالو مازال ب 50 درهم. هذا تا هو 1600 1800 100 درهم 2200. بالنسبه للفراقه غنقدروا هذا الويكاند نبيعوا لكم الفراقه بوحدها اللي عجبو شي لون هنايا ولهاد لي صالادي فقط ب 1400 ريال. الفراقه ب 1400 ريال، تفصيل على سبعه حتى هو ب 1400 ريال، والبلاطو الثمن ديالو 1200 ريال فقط. غادي ندوز لكم دابا الناس اللي باغيين يدخلوا شي براد جديد وسبيسيال للدار ديالهم. هاد البراد هذا اللي كتقدر تحطو في البوطه الثمن ديالو كيدير 1800 ريال والكبير ديالو 90 100 درهم. هادي القطاره اللي قلت لكم قبيله 1200 1400 1700. العجانه 650 درهم 13000 ريال، ثمن جد مناسب. الترموس هي كاينه هذه ب 1800 ريال، كاينه هذه 1800 ريال، وكاينه هذه ب 2600. وهاد الفوقانيين الثمن ديالهم 100 درهم. غادي ندوزو دابا لهاد الباك. كاين هذا الباك ديال العاشق كيدير 1200 ريال، وكاين هذا الثمن ديالو كيدير 1400. ما تنساوش الباك شعيب الثمن ديالو كيدير 4000 ريال المربع، وحتى هذا كيدير 4000 ريال. وهذا البرارد
تاوما فيهم عدد محدود 2600 2800 3000 ريال والبلاطو ديال المرايه 140 درهم 2800 ثمن سبيسيال هذا الويكاند. ما تنساوش المقره العجيبه 3800 غير هذا الويكاند هذا. حيد لي هذه من الطريق بغي ندوز تما. المول على 3 المول على 3 القلب كيدير 1200 ريال. كاينه هذه المباخره كدير 60 درهم وكاينه هذه الملكيه كدير 90 درهم 1800 ريال. بالنسبه للتفصيل النمره 45 الابيض الثمن ديالو التفصيل 45 الابيض ديالو كيدير 1400 ريال. غادي نقول لكم دابا الثمنات ديال الكوكوطاش، بقاو معايا باش نقدر نعطيكم الاثمنه ديال الكوكوط. بالنسبه للكوكوط غادي نعطيكم دابا الثمن ديال الكوكوط. الكوكوط الالومنيوم، الكوكوط الالومنيوم ركزوا معايا مزيان، الكوكوط الالومنيوم جوج يطر ونص كدير بلاتي. غنزوم لكم هنا شوفوا الكوكوطيه هذه والثمن غنعطي لكم هنا جوج ونص ب 3000 ريال، 3 يطرو ب 3400، 4 يطرو ب 3800، 5 يطرو ب 4400، 7 يطرو ب 4800، و 9 يطرو ب 5400. كاين ثمن سبيسيال وثمن رائع وثمن زوين بالنسبه للكوكوط الومنيوم كاليتي مزيانه. والانوكس كتبدا من 7000 ريال، 8000 ريال، 9000 ريال، 10000 ريال. وهذا المقراج هذا الثمن ديالو كيولي 90 درهم، اللي كبر منه 100 درهم، اللي كبر منه 2200، والكبير ب 2400. كاين عندنا هذا المقراج هذا هو فيه ثمن سبيسيال اللي هو 1800 ريال 90 درهم. كاين عندنا هذا المقراج ديال اينوكس 1600، البلاندر ديال العصير 3600، وكاين عندنا اللي كطحن الثلج 4000 ريال. الهاشوار اينوكس لا ماركو كينغ الثمن ديالها كدير 3000 ريال. صراحه كاين جديد زوين. مرحبا بكم عند اواني شعيب، مرحبا بكم في البروموسيون اللي غادي تكون ان شاء الله غدا السبت والحد. الناس ديال المحمديه، الناس ديال بن سليمان، الناس ديال الرباط، الناس ديال نواحي مدينه المحمديه، مرحبا بكم. ما تنساوش تجيبوا معكم سمي ورقه مكتوب فيها الاسم الكامل ديالكم باش تقدروا تشاركوا في الطومبو، لانك غتجي تقدى وفي نفس الوقت غادي تربح معنا جائزه. المحل ديالنا في مدينه المحمديه، كنذكر اننا حنا مقابلين المحل ديالنا اون فاس مع تشيلي بوتيك عيشه. بالنسبه للمحل ديالنا في القريعه، المحل ديالنا في القريعه مقابل حدا الرومبوا ديال دولي دول، الرومبوا ديال مالي البونج، الرومبوا ديال مالي البونج في القريعه. اي واحد قلتوا لي اواني شعيب بغينا نعد لكم المحل، اولا ملي توصلوا الرومبوا ديال مالي البونج في القريعه سيروا مع شارع بشعيب الدكالي بحال غادي لجامع السنه، كاينه واحد القهوه تما سميتها قهوه لو بولفار. المحل ديالنا على الدار ديالها. بالنسبه للمحل ديال البرنوصي، السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيس ديال التراموي، ركزوا معايا مزيان، السوق النموذجي اللي حدا التيرمينيس ديال التراموي، كاين واحد العيالات تما نقاشات، قول لهم اواني شعيب غنوريكم المحل، سولوا غير النقاشات اللي مقابلين مع السوق النموذجي، قولوا لهم اواني شعيب، مرحبا. اللايف ديالنا هو هذا، غادي نقول لكم في امان الله حاجه واحده اللي مطلوبه منكم، دائما تنقول لكم الدعم ديالكم لينا هو البارتاج، الدعم ديالكم لينا هما التعاليق، والدعم ديالكم لينا هما القلوب اللي كتخليو لينا، غتخليو لينا ولي لايك، كتخلي لينا لي لايك في اللايف، شكرا. غتخليو لينا هنا 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 فين غتخليو لينا بزاف ديال القلوبه، هنا 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 هنا. وغادي تجيو هنا غتبان لكم بارطاجي، بغيت كلشي اللي كيشوف اللايف دابا كليكي على بارطاجي هنا، ها هي بارطاجي، ومن بعد غتبان لك بيبليي كليكي عليها، واللي عنده بالعربيه غتبان لي هنا مشاركه، غيكليكي على مشاركه، من بعد غادي كليكي على نشر. وما تنساوش تخليو لينا القلوبه هنا هنا،
يلا 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 بزاف بزاف ديال التعاليق وشكرا. واش كاين ها صور زاش؟ كاينه ها صور زاش كدير 3600 بالقا هذيك تخلي لينا قلب. ما تنساوش انه مره مره الناس اللي كيخليو لينا القلوبه، الناس اللي كيبارطاجيو، الناس اللي كيخلوا لي كومونتير، دائما كنفاجئكم بشي كادو. قبل كنا فاجئنا السيده زهره عبدو وجات خدات الكادو ديالها من البرنوسي لانها دائما كانت كتدعمنا بالبارطاج، واليوم فاجئنا ام عمر اللي دائما كتخلينا القلوبه كتسكن في بن سليمان، قلنا ليها جي للمحمديه باش حتى انت تاخذي الكادو ديالك. ام عمر خدات الكادو ديالها لانها كتبارطاجي اللايف، لانها كتخلي لينا القلوبه، ولانها كتخلي لينا تعاليق زوينه. بزاف ديال القلوبه، بزاف ديال التعاليق، بزاف ديال الكومونتير. شكرا بزاف على الدعم ديالكم لينا، وتحياتي ومرحبا بكم عند اواني شعيب. كنذكر وكنعاود المحل ديالنا اللي دابا كنديروا فيه اللايف، كاين المحل ديالنا كاين في مدينه المحمديه اون فاس مع تيلي بوتيك عيشه. تيلي بوتيك عيشه هو هذا، تيلي بوتيك عيشه اللي معروف على صعيد مدينه المحمديه. تيلي بوتيك عيشه المحل ديالنا اون فاس مع تيلي بوتيك عيشه هو هذا. مرحبا بكم وشكرا لكم وفي امان الله.